استاذ فوزي اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ فوزي. ازيك يا دكتور عمرو؟ فضل ونعم الحمد لله. كل عام حضرتك بخير. وحضرتك بخير وبصحه وسلام يا فندم، اتفضل. الله يخليك يا فندم. بقول لحضرتك انا كنت مريض قبل شهر رمضان. ربنا يجمع لك بين تمام الاجر والعافيه يا رب. الله يخليك. وكنت محجوز بمستشفى ومكثت فيها حوالي 10-15 يوم. فالدكتور كتب لي علاج بقى وانا خارج انك لازم تاخده على الريق الصبح. طيب. ده الكلام ده كان قبل رمضان ب15 يوم. طيب. ماشي انا يعني خلاص وكتب لي العلاج ومشيت بقى خرجت من المستشفى. بس هنا انا العلاج ده لازم ناخده الصبح. يعني انت العلاج ده لازم تاخده الصبح مدى الحياه. لا مدى الحياه. مدى الحياة. فالدكتور كده وكأنه بيقول لك ما ينفعش تصوم، لأن أنا أنت دكتور نسيت أسأله لأن ما جاش في دماغي لأن أنا كنت تايهان شوية يعني. طيب أنت دلوقتي فايقان دلوقتي حاج فوزي، فهنسأل نعم. الدكتور قال لي لازم لو أخد الدواء ده على الريق طول حياتي فهو فأسأله معنى كده إن أنا ما أصومش طول حياتي؟ فلو قال لك أيوه عشان الدواء دوت بيمنع حدوث الجلطات او بيمنع اي حاجه تانية. كان دواء لازم قال لي كل يوم على الريق. كويس. يبقى احنا لو قال لنا الدكتور كده فاحنا خلاص هنفتي عن الايام اللي احنا صمناها، وبعد كده كل ما يجي رمضان بعد كده هو قال لي خلاص مش هصوم تاني، يبقى انا من اهل ان انا اخرج فديه عن كل يوم طعام مسكين، ويبقى كده خلاص، ويبقى ان شاء الله يكتب لك الثواب وكانك ان شاء الله صحيح ويكتب لك السلام ان شاء الله. طلعت 30 جنيه عن الشهر كله 900 جنيه. بس خلينا نقول بس ما احنا محتاجين نرجع للدكتور الاول نساله على ينفع صوم تاني ولا لا. هو في الغالب بدل هو قال لك ان انت لازم تمشي على الدواء ده طول حياتك فهو في الغالب بيقول لك ان انت مش هينفع تصوم. بس نرجع ونسال السؤال ده للدكتور مره تانية لو سمحت. ما هو الدكتور ده انا ما بقدرش لان انا عاجز عن الحركه. لا ما انا مش قصدي تروح للدكتور تساله بالتليفون، تسال دكتور تاني بالتليفون، تسال دكتور تاني توصف حالتك للدكتور التاني وتساله بالتليفون ويقول لك. قال لي لا ده مش الدكتور كتب لك العلاج ده لازم صباحا. خلاص يعتبر هو قال لك كده. طيب بس بص يا حاج فوزي انا مش عايز اثقل عليك، لو الدكتور قال لك ان الدواء ده هتاخده طول الحياه لازم تاخده كل يوم الصبح طول الحياه فهو بيقول لك كده ان انت مش هتصوم. فلازم تبقى فاهم ده يا حاج فوزي. فاذا كان يا حاج فوزي هو قال لك كده بس احنا لازم نراجع الدكتور. والمساله بسيطه، انا بالمناسبه يا حاج فوزي ممكن تتصل بيا واخد منك الكلام ده واسال المتخصص تقول لي حالتك ايه بالظبط وانا اجاوب على حضرتك واقول لك اذا كان الدكتور قال لك ده تعمل ده كده على طول. بس ده الاولى ليك انت عشان انت تبقى عارف حالتك، لان في بعض التفاصيل في المرض انت لازم تراعيها، تفاصيل صحيه انت لازم تعرفها. لكن خلينا خد رقم من كنترول ووصف لي حالتك ايه وانا اسالك بالتفاصيل واقول لك يا حاج فوزي اذا كنت انت هتفدي عن نفسك طول حياتك ولا. طبعا الناس هتقول لي طب ما هو واضح ان هو هياخد الدواء ده، بس احنا لازم نسال عشان احنا نكون على يقين، لان اذا ثبت شيء في الذمه بيقين ما يزالش غير بيقين. فان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجمع لك بين تمام الاجر والعافيه يا حاج فوزي.